أحمد شوبير أولا راجل مكافح، راجل مخلص لشغله وعمله، بدليل إن هو وصل للمرتبة دي. ما بتوصلش اللاعب الكورة ده، ما بيوصلش للمرتبة الدولية إلا لما يخلص في الملعب وفي شغله جوه الملعب وخارج الملعب. فأحمد شوبير هذه الصفة فيه إن هو صبور وما عندوش يأس. يعني أي لاعب تاني كان ييأس خلاص كان راح اي حته تانيه بطل، انما هو دؤوب وما عندوش يأس وصاب. عنده جانب انساني احمد شوبير، يعني اللهم صل على النبي، ربنا يديله الصحه والعافيه ويجازيه كل اعماله اللي بيعملها خير. هو طبعا عضو في لجنه في بتاع ديت او جمعيه وكيل الجمعيه، فهو من الناحيه ديت خير جدا. لازم بيبحث على كل اللعيبه، ومعها طبعا ناس افاضل زي محمود ابو رجيله وزي عمنعم الحاج، ناس يعني، واحمد شوبير، مجموعه كبيره قوي. بس احمد شوبير بقى مثله ان هو ايه، يعني دؤوب، يلف على الانديه ويسال ده مين وده مين وده ايه وده ظروفه ايه وحاجات زي كده، واللي يقدر بيساعدوه هو بيساعد. ده هو بيساعد الناس وهو في الجمعيه، لو في الجمعيه بتاعه المدربين، غير المساعدات الانسانيه اللي هو ما بيقولش عليها. يعني انا اعرف كتير جدا، وانا هنا يعني متابع العمليه ومتابع تحركاته، بيعمل حاجات خيريه جدا بدون ذكر يعني الناس ولا ذكر ان هو بيعمل ايه. كابتن النادي الاهلي، كابتن منتخب مصر، انا طبعا اشتغلت معاه فتره كبيره جدا، مش اشتغلت معاه، كنت يعني على طول معاه لغايه الناشئين، لغايه ما راح النادي الاهلي. فاحمد قصه انا يعني مش عارف اتكلم عليه بصراحه، يعني مش عارف اقول لك احمد عمل ايه معايا، عمل معانا ايه، عمل مع ابويا، عمل مع امي، عمل مع اخواتي، عمل مع الكل، يعني عمل مع اولاد عمي، اولاد عمتي، اولاد، عمل مع الكل. يعني بصراحه يعني هو ربنا كرمه، يمكن ربنا بيكرمه كمان بزياده، لانه بصراحه يعني ربنا يديله الصحه كده. انا مش عارف اتكلم، يعني هو راجل يعني ما خلاش حد محتاج حاجه وما وقفش معاه، اقسم بالله، وانا بقولها بصدق وبامانه، ان احمد ما خلاش حد عاوز حاجه ما وقفش معاه. فاحمد ربنا يكرمه وربنا يبارك له، وانا حاسس ان هو هيبقى احسن من كده كمان. احمد كان بيلعب فيرود، ما كانش بيلعب جول في الاول خالص، وبعدين هو لعب جون بالصدفه، لان كان بيلعب في نادي اسمه عمال طنطا، والجون حصل له حادثه فما عندهمش جون يقف، فالمدرب عارف ان هو بيقف جون كويس، فلما لعب جون كسبهم الماتش فكمل جون. لكن هو كان اساسا فيرود، كانت الفرق بتيجي تاخده عشان تلعب بيه، لان هو كان لعيب كوره وهيدر كويس جدا الحقيقه. ان هو اي حد، ومرددين تحديدا، اي حد عنده ظروف ماديه، ظروف صحيه، ظروف انسانيه، لازم بيبقى معاهم. انا بكلمه بقول له مثلا سين صاد عين، ده محتاج، ده مش محتاج. هو طبعا عامل جمعيه اللعيبه القدامى مع الكابتن ابو رجيله ومع الكابتن عبد المنعم الحاج، فبيبقى بديله الاسماء، ولو في بقى بيبقى في يعني مساعدات حاجه كده للناس اللي تعرف ان الرياضيين اللي بطلوا بتبقى الظروف الماديه صعبه شويه، فهو راجل ما بينساش الحاجات ديت. بالاضافه بقى لو في مثلا عامل في النادي، واحد في عندنا من الحته غلبان، حد عندنا من الشارع، حد عندنا من المنطقه، يكلمني مثلا في 57، حد يروحنا يتكلم له الدكتور شريف، مستشفيات طبعا القوات المسلحه. يعني هو بيعمل الخير ده بتاع ربنا، يعني ما ينفعش اقوله ان هو، لكن بيعمل كتير بصراحه. لا، علاقتي انا بالكابتن احمد شوبير دي احسن علاقه في الدنيا، لان يعني الكابتن ده حبيبي اصلا من زمان، مش من النهارده. وفين من ايام ما كنا بيلعب كوره في نادي الزيوت طنطا، وبعدين راح على طنطا. ده الكابتن ده شاف يعني اللي محدش شافه، بس عنده صبر ايوب، ويمكن هو الوحيد اللي خد ايه؟ خد لقب ايه عندكم في النادي الاهلي؟ ايوب الكره المصريه، ايوب الكره المصريه، لان هو اساس الصبر الكابتن احمد شوبير.
يا ما تعب في حياته ويا ما شاف في حياته، بس أصر. ولو تفتكر كان موجود إكرامي وكان موجود ثابت البطل، تاخد بالك يعني فتح لهم، كان هو كان اللي احتقوا برضه صبر لحد ما بقى ايه كابتن مصر ونجم مصر الاول في الكوره، ما كانش حد يقدر يتحمل الكلام. نيجي بقى للوضع بتاعه في البلد نفسها، هو بدا حياته راجل عصامي، كان بيشتغل كمان على دراعه، تاخدت بالك ازاي؟ كابتن يعني من الناس اللي هي لو تعرف حقيقتهم تعتز بيهم جدا، لان الكابتن ده جميل قوي قوي قوي، وانا شفت معاه حاجات. وفين بقى كمان لما دخل مجلس الشعب ونجح في مجلس الشعب؟ انت الحاره اللي انت جاي فيها ديت حضرتك ديت هو اللي مسفل لنا المنطقه اللي انت شايفها دي كلها ومشجرها ومنورها، وثلاث ارباع المنطقه ديت متوظفين عن طريق الكابتن احمد شوير ايام ما كان في مجلس الشعب. الكابتن يعني قصته جميله وهو نفسه جميل وروحته جميله، واحلى حاجه فيه ان هو بيعامل الصغير زي الكبير. الكابتن ده ما عندوش كبرياء خالص، الكابتن ده فرد زيه زي اي واحد في الشارع، وما انساش نفسه. وبعدين اهله كلهم ناس طيبين، الله يرحمه الحاج عبد العزيز والله يرحمها والدته، ناس امراء.